بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تفسير سورة القارعة من كتاب الجواهر واللآلئ المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث الصحيحة المرفوعة لعبد الله بن عبد القادر التليدي رحمة الله عليه. الصبغة ديال التفسير ديالو هو تفسير القرآن الكريم بالأحاديث النبوية، تيستشهد بآية من سورة النحل التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يستحيل باش تفهم كلام الله عز وجل كما بغى الله سبحانه وتعالى بدون ما ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مرسول من عند الله سبحانه وتعالى، بدليل هذه الآية هذه اللي خولات ليه وعطته الصلاحية باش يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. وتيأكد هذا الشيء هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة النبوية. نبدأ بصورة القارعة نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تتعرف هذه الصورة هذه بالقارعة، السمية ديالها القارعة في الكتب ديال التفسير وفي المصاحف القرآنية القارعة. لعلاش؟ لأن فيها الإثبات ديال وقوع ديال البعث وما سبق ذلك من الأهوال. والافتتاح ديالها بلفظ القارعة هو افتتاح مهول، لأن فيه تشويق المعرفة ديال شكون هي هذه القارعة وشكون اللي غادي يخبرنا بالحقيقة ديال القارعة. داك الشيء عايز قلت ربي سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة؟ شكون اللي غادي يخبرك؟ لهذا كان الافتتاح مهول، لأن فيه تشويق المعرفة شكون اللي غادي يخبر بالقارعة. واتفقت الكتب ديال التفسير والسنة على التفسير على التسمية ديال هذه الصورة هذه بالقارعة، وما تذكرش ليها المفسرون شي أسماء أخرى غير هذا الاسم هذا. وكذلك ما تروع للصحابة والتابعين في التسمية ديالها شي سمية من غير هذا الاسم هذا. أما الوضع ديال الصورة ديال القارعة في المصحف فإلى حسبنا تنصبها هي 30 في الأعداد ديال النزول ديال الصور ديال القرآن، حيث نزلت بعد صورة قريش وقبل صورة القيامة. أما التسلسل ديالها في المصحف فهي 101 في الترتيب ديالها، سبقتها صورة العاديات وجات من بعد منها صورة الكوثر. العدد ديال الآيات ديال هذه الصورة ديال القارعة هي 11، أما المكان ديال النزول ديالها فهي مكة المكرمة، نزلت قبل الهجرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة بإجماع أهل العلم. وما تتعرفش مخالف لذلك، وتتمحور الصورة ديال القارعة بحال صور ديال حزب سبيح حول موضوع مهم، ألا هو موضوع القيامة والإخبار على البعض ديال الأهوال ديال القيامة، وجزاء السعداء أغدال يوم القيامة، وجزاء الأشقياء أغدال يوم القيامة. ثم تذكر في هذه الصورة هذه العلة ديال الاستحقاق ديال النار، ها علاش هادو استحقوا النار وهاش على هادو استحقوا الجنة، شنو هو السبب ديال الاستحقاق ديالهم للنار والانشغال ديالهم بالدنيا على الدين والاقتراف ديالهم ديال الآثام. وشملت هذه الصورة المكية أيضا على الذم ديال العمل الدنيا فقط، والتحذير من ترك الاستعداد والتجاد لغدا يوم القيامة والدار الآخرة، وعليه أن يزيد من صالح أعماله، داكشي باش غادي يتقل الميزان ديال الحسنات ديالو، وإلا فراه المصير ديالو نار حامية. إمتى؟ حيث غادي تقرع الساعة ديال القيامة، عندها تكون الناس كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، وتتكون الجبال بحال الصوف اللي هو محلول. هذا ما تتحدث عنه سورة القارعة. نجيو للخصائص ديال سورة القارعة. أولا، سورة القارعة من الأواسط ديال الصور اللي نزلت في العهد المكي كما جاء في
كتاب البرهان في علوم القرآن لبرهان الدين الزركشي. وهاد الأسلوب ديال القرآن جات عامرة هاد الصورة هادي بكثير من الخصائص الأسلوبية والموضوعية. لهذا تنوجدوا في هاد الصورة الكريمة الألفاظ القوية المجلجلة والأساليب اللي تدل على الوعيد والتهديد، بحال الاستفهام بدلالات ديالو المتعددة وما أدراك ما القارعة، كما تتوفر فيها أسلوب ديال التكرار فضلا على اللغة التصويرية اللي تتقوم على الأساليب البيانية والفنون البديعية. من الخصائص ديال الصورة ديال القارعة أنها جات باش تبين لنا الإثبات ديال الوقوع ديال البعث اللي تينكروه هادوك اللي ما تيأمنوش بالله عز وجل، وداكشي اللي غادي يسبق من الأهوال. ففصلت الحديث عن الأقوال عن الأهوال ديال يوم القيامة وبيان الحال ديال الناس في هذاك النهار ديال البعث في الآيات الربعة الأولانيين بقول الله سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة، آية الأولى، ما القارعة ها الثانية، وما أدراك ما القارعة ها الثالثة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. من الخصائص ديال الصورة ديال القارعة أنها شارت لنا لبعض الأمارات الساعة، وهي الجبال صافي تيمشيو ما تيبقاش، اللي هي الجبال اللي هي قوية في الأرض بل هي اللي تتثبت لنا الأرض، هذيك الجبال تتمشي. فإذا مشات الجبال ما بعدها من باب أولى وأحرى، وتيجعلها سيد ربي تتهز في الخفة ديالها بحال الصوف، مما يوجد الذعر والهلع والخوف والتأثير الشديد في القلوب ديال الناس، بقوله تعالى في الآية الخامسة: وتكون الجبال كالعهن، العهن وصف المنفوش اللي هو مندوف محلول. من الخصيصة أو الخصائص الرابعة، الخصيصة الرابعة ديال سورة القارعة، جات سورة القارعة باش تبتنا الجزاء على الأعمال، وأن من الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله عز وجل غيكونوا في نعيم، وتتشرح لنا العيش ديال أهل الدرجات وأهل الأعمال السيئة في قعر الجحيم والعياذ بالله، وتتبين الحالات ديال أهل الدركات والنصب ديال الموازين فاش يتوزنوا الحسنات والسيئات في الآيات الأربع قبل الأخيرة 6 7 8 9. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأخيرا جاء التهديد بالرؤية ديال الجحيم يقينا ومجابهة الأهوال ديال النار في الآية 10 و11 لهما الأخرانيين: وما أدراك ما هي نار حامية. نجيو الآن الآيات اللي هي أو الأحاديث الصحيحة اللي وردت في سورة القارعة. قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، السمية ديال الغدال يوم القيامة. حصلنا واحد من العلماء سميته السيوطي، واحد اخر سميته الامام الغزالي، واحد اخر من المفسرين سميته الامام القرطبي، وغيرهم اكثر من 50 سمية من القرآن اللي سمى الله عز وجل به غدال يوم القيامة، سمى يوم القيامة وهو اشهر الاسماء، وورد في اكثر من 70 آية. وسمى الله عز وجل غدال يوم القيامة اليوم الآخر، يوم البعث، يوم التنادي، يوم النشور، يوم الحسرة، يوم الآزفة، يوم الخروج، يوم الخلود، والقارعة، والحقة، والصاخة، والطامة، وغيرها من الأسماء. قول الله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تروينا البخاري في الصحيح ديالو باب: ومن يعمل مثقال ذرة خير يراه كالفراش المبثوث، معنى غير حشرات غوغاء تيركب البعض منها في البعض ما عارفينش التوجه ديالهم، ولا شي وحده غاديه وشي وحده جايه. كذلك الناس غدا يوم القيامه يجول بعضهم في بعض كالعهن، اي الوان العهن. وقرأ عبد الله بن مسعود وهو تفسير كالصوفي، هذا كما جاء في صحيح البخاري في باب: ومن من يعمل مثقال ذرة شرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فهذه الجبال هذه بعد ما كانت أوتاد تتولي كالعهن المنفوش اللي هو الصوف مطلقا، وسيقول بعض منهم هو الصوف الأحمر، وقال بعضهم هو الصوف المصبوغ. سيقول الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج: وتكون الجبال كالعهن، الجبال تصبح كالعهن أي الصوف،
ثم بعد ذلك هذه الجبال هذه بعد ما ولات صوف تصير مسيرة تتحرك، ثم بعد ذلك تصير سرابا بحال ما كايناش كاع كأن لم تكون. تقول سيد ربي في سورة النبأ: وسيرت الجبال، هذا بعد العين، وسيرت الجبال فكانت سرابا. فهذاك الوقت سيخرج الناس من القبور ديالهم وليس هناك جبال، وليس هناك بنيان، وليس هناك أشجار، وليس هناك معالم، ولا شمس ولا قمر، الكل خسف به وذهب ضوءه. ثم بعد ذلك تتحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرص الخبز النقي الذي ليس فيه نخالة. قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ هذا الثقل ديال الميزان والرجحان ديالو. ومنه حديث أبي بكر في الوصية ديالو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. سيروي لنا أبو داود في الزهد، والحافظ ابن حجر في المطالب العالية، والطبري في تهذيب الآثار، وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية، عن زبيد بن الحارث أن أبا بكر رحمه الله لما حضره الموت، سيدنا أبو بكر الصديق في الفراش ديال الموت ديالو، صافط لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه باش غادي يستخلفه يكون هو في بلاصتو باش يتحمل المسؤولية ديال الحكم على المؤمنين. وبقى تيوصيه وتيقول ليه: راني تنوصيك بوصية إن أنت حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت. هذا هو الشاهد باش جبنا هاد الرسالة ديال سيدنا أبو بكر الصديق الوصية لسيدنا عمر بن الخطاب: وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان لا يوضع أن لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. هنا تنشوفوا بالنسبة لهذه الوصية هذه اللي وصى بها سيدنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من الأحاديث الواردة في هذا الإطار هذا سورة القارعة تروي لنا ابن المرداوي والسيوطي في الدر المنثور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات المؤمن تتلقاه الأرواح ديال المؤمنين تيسولوه: أشنو دار فلان؟ أشنو دار فلان؟ أشنو دارت فلانة؟ فإن كان مات ولم يأتهم ما جاهمش ما شافوش، قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية، بئست الأم، مشاو داوه الهاوية لجهنم، بئست الأم وبئست المربية. حتى تيقولوا: ما فعل فلان؟ واش تزوج؟ ما فعلت فلانة؟ واش زوجات؟ فيقولون مالين هذوك الأرواح اللي تتلاقى مع هذا الروح هذه، يقولون: دعوه فيستريح فقد خرج من كرب الدنيا. قوله تعالى: نار حامية، أي شديدة الحرارة وقوية اللهيب والسعير، بدليل ما رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية غير هذه، هذه دابا راه كافية، واش يقدي واحد يتلح فيها غير هذه كافية؟ فقال: إنها فضلت عليها ب69 جزءا. هذه ديال الدنيا راه غير وحدة، أما الأخرى راه أكثر منها ب69، معناها 70 بالنسبة للمقارنة. فهنا الحرارة. وفي رواية أنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. الدليل الآخر على أنها نار حامية ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا
يوم القيامه. زعما هذاك التحتاني في العدد، الا كان غير التحتاني في هذا الشيء هذا غادي يبان لنا الخطوره. لا رجل، وحيت نقول رجل بمعنى يدخل فيه الذكر والانثى، لا رجل يوضع في اخمص، ديك البلاصه الخاويه اللي ما تروطوش عليها، اخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه، ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. هذا التحتاني ديال العذاب، واحد تيدارو ليه جوج جمرات تحت رجليه، بهذوك الجمرات تيغلي الدماغ ديالو، وتيقول راه ما كاينش شي واحد اكثر مني في العذاب، وراه هو اسهلهم عذابا، كاين اكثر منه في العذاب. فلهذا هنا تتبنى بان النار حاميه، وهذا الشيء كله غير تصور على حساب ما يوجد في الدنيا، اما الحقيقه ديالها فلا يعلمها الا الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وذريته وزوجه وصحبه وحزبه ابد الابدين، والسلام عليكم ورحمه الله.